أطلق سهمك لا تتهاوى في وجه الحقد فلتصمد. أطلق سهمك لا تتهاوى في وجه الحقد فلتصمد. يا رافع سيف عدالتنا امضي فانوح. كان لعبد الله نجاحات كبيرة ضد المغول، لذلك لم يشعر الناس بالخشية من خسارة الحرب بوجوده معهم. وبعد حروب طويلة أصبحت حياته هادئة. مرت سنوات وأصبح عبد الله عجوزا، كان لديه وزوجته حنينا ينفطر له القلب. فبعد 25 عاما من الزواج لم يرزقا بأطفال. طوال الوقت كان عبد الله يقول لها: لا تقلقي، فالله سوف يرزقنا بطفل كما رزق من قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام. لم يشأ عبد الله لزوجته أن تقلق، وبعد حين حملت زوجته، ثم جاء موعد الولادة، وأخيرا أصبح لعبد الله ابنا وسماه أحمد. وبعد سنوات مرت البلاد بصعوبات كبيرة. بينما كان زهر يوفر حياة رغيدة لأقربائه، كان قاسيا مع شعبه، يثقل عليهم بالضرائب ويسجن الذين يجابهون قسوته. ومع أن الشعب لم يكن راضيا عن ذلك الوضع، إلا أنه لم يكن بوسعهم فعل أي شيء. أحمد، زهر، إن الناس في ضيق شديد، ألا تخشى الله؟ أنت تصادر أملاكهم بالقوة، وبينما تعيش في رفاهية شعبك يتضور جوعا. دعوه يتكلم. اخرج من العربة وحدث شعبك، فلم نعد نحتمل المزيد. أخذت كل ما نملك، ألا تدرك وضع الناس هنا؟ يبدو لي أن والديك يقولان لك أشياء أخرى، أفلا تدرك أن البلاد في حالة حرب؟ سيدي لا تؤاخذه، إنه مجرد ولد. كلا، فأنت لم تعلم ابنك، ولذلك فإنني سأقومه. والدي، لا تخش هؤلاء الرجال، فهم يعذبوننا بأملاكنا. جنود، خذوه إلى السجن. إنهم يأخذون أحمد. عمتي، ماذا جرى يا محمد؟ أخذ الجنود أحمد يا عمتي. سبحان الله، لماذا فعل الجنود ذلك؟ لقد خاطب أحمد زهر بقول لم يعجبه، فأرسله إلى بلانلي. تقول بلانلي؟ ادخل. إذا احتجت شيئا فنادي علي، السرير في الزاوية. رائحة النتينة. يا حارس، أيها الحارس، من الذي يصرخ؟ أيها الحارس. سيدي، ألديك خمر؟ أنا عطشان. ألديك مال؟ إن كان لديك المال فلدي الكثير.
سأدفع لك عندما يأتي زائري. إذا تشربه عندما يأتي. وماذا عن طلبي أنا يا سيدي؟ يصل مساء. كيف حالك سيدي؟ اسكت سيدي، لقد نفد الخمر، فهل لي بالمزيد؟ ألديك مال؟ نعم، خذ. أريد زجاجتان. زجاجتان بهذا المال؟ لم تعد الأمور كالسابق. هذا المال يكفي لأربع زجاجات، ولكن ماذا نفعل؟ فأنت لص، لص مستغل. ماذا تفعلان؟ نتسلى يا سيدي. ألم نقل إن القمار ممنوع؟ وماذا نفعل؟ لا شيء للتسلية. هذا يسبب لي المتاعب. سنعطيك حصتك. سأخذها عندما أعود. زنديق. هل أنت من كان يصرخ؟ أجل، فالظلام دامس. هل تريد مني أن أنادي لك أمك؟ كما أن السرير ناتين. لا أستطيع فعل شيء يتعلق بالسرير، هناك أمر آخر. أتستطيع أن تحضر لي بعض الماء للشرب والوضوء؟ بإمكاني أن آتيك بماء للشرب، ولكن إذا استخدمتها في الوضوء فلن يتبقى لديك ماء. حسنا، إذن أعطني زجاجة ماء. أخشى ألا يكون لديك مال. مال؟ لاحتياجاتك الخاصة. لقد أخذ زهر كل مالنا. إذا لم تكف عن الحديث عن الملك بهذه الطريقة فإنك لن تغادر السجن أبدا. إذا لم يكف زهر عن هذه القسوة فإنه لن ينجو من عذاب الله. كم عمرك؟ 13. لماذا؟ إنك تضر نفسك. زهر لا ينظر إلى من هو في عمرك. وأنت بطاعتك له شريك في الجرم. أنا أفعل ما أؤمر به. ولكن ليس عليك أن تخشى زهر، فهو غير قادر على رؤية جميع أفعالك. اخشى الله وبذلك لن تخسر شيئا. لن ننجح معك يا فتى، اصمت الآن. كم يمضي الوقت بسرعة، أليس كذلك؟ لم يكن لنا ولد لسنين طويلة، ثم رزقنا الله أحمد وهو طفل لم أكن أمشط له شعره لكي لا تحسده النساء، كما كنت ألبسه ثيابا قديمة لأحميه من الغيرة. أعتقد أننا تمادينا. علينا أن نقبل بمشيئة الله. لقاؤنا مع زهر كان بمشيئة الله. اذهب إلى السجن غدا وخذ معك ملابس سميكة لولدي، لا أريده أن يبرد. سأصنع كعكا لتأخذه له. حسنا، سأفعل. أتعتقد أنهم سيعذبونه؟ ربما، ولكن ولدي أحمد قوي وصبور بالنسبة لسنه. كم سنة تبقى لك؟ أنا حديث العهد، أمضيت 7 أشهر من أصل 9 سنوات. وما جريمتك؟ جريمتي قتل وسرقة وجرائم أخرى. وأنت؟ أنا وضعي سيء جدا، أظن أنني لن أخرج من هنا إلا في الكفن. وماذا فعلت؟ قتل. حسين حكم بجريمة قتل مثلك وحكم 7 سنوات، فلماذا حكمك أكبر؟ ارتكبت عدة جرائم قتل. أدعو الله أن يغفر لك. شكرا. أخي كمال، هل سنرسل إلى سجن آخر؟ أظن أن شيئا لن يتغير حتى تنتهي الحرب. طالما زهر حي لن نخرج من هنا. أخي كمال، أصحيح أن سجينا جديدا قد جاء به؟ لا أعرف، لا معلومات عندي. كمال، نادي عليه. هاي أيها الجديد. الله أكبر. تكلم معنا، نحن أصدقاء.
ما الذي يحصل؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هي أجبني، ألا تسمعني؟ ربما كان نائما. إن كان جديدا فلن يستطيع النوم. أستطيع سماعك. ماذا؟ هذا ولد؟ ربما صوته حاد. كم عمرك يا فتى؟ كم عمرك؟ 13. الزناديق بدأوا بجلب أطفال إلى هنا. أيها الولد لا تخف، نحن أصدقاء. لست خائفا. أحسنت. لماذا جاءوا بك إلى هنا؟ قالوا بأنني قد أهنت زهر. وهل أهنته شخصيا في وجهه؟ لم أهن أحدا، حذرته فقط. لو تركت هذه الأمور للأكبر سنا، زهر لا يهمه الأولاد، مهما يكن لا تهتم، سوف نجد طريقا. هل أكلت شيئا؟ لست جائعا الآن. الطعام هنا ليس لذيذا ولكنه يحفظ حياتك. ما اسمك؟ اسمي أحمد. أنا كمال. وأنا حسن. هل تحتاج شيئا؟ لا يوجد ضوء هنا، فلماذا لا يوجد شباك؟ يوجد شباك في كل مهجع. في الحقيقة إن المكان الذي أنت فيه ليس بمهجع وإنما زنزانة. ربما يعطيك ذلك فكرة عن مدى غضب زهر منك. فهمت. أرجو ألا تبقى طويلا هنا يا أحمد. بالمناسبة اقتصد في استخدام الماء، فكما تعلم عليك أن تنسى أمان بيتك وأن تتكيف هنا. الحديث هو أفضل ما نفعل هنا لتمضية الوقت وإلا تفقد عقلك. كانوا يسمحون بالزيارات إلى ما قبل سنتين، أما الآن فلا. الآن يقبلون فقط الحوائج كالبطانيات وما إلى هنالك، وكذلك يقبلون المال. إن كان عندك مال الحراس سيأتونك بما تحتاج. احرص على صحتك، لأنك إذا مرضت فإنهم لن يساعدوك بشيء. أشكرك يا أخي على هذه المعلومات. أنا لم أكمل صلاتي بعد، فدعني أكملها وسوف نتحدث فيما بعد. طبعا يا أخي، عليك بالصلاة. لقد كان أحمد يصلي. أهو حاج؟ ماذا تقول؟ الله أكبر. لي ابن عمره 7 سنين وابنة عمرها 5 سنين، لم أرهم منذ 3 سنين، كدت أنسى شكل وجوههم. كم سنة تبقى لك هنا؟ 5 سنوات، وفي مثل هذه الأوضاع لن أخرج من هنا إلا جثة. ما جريمتك؟ أردنا أن نحيا حياة هانئة، لكننا قمنا بسرقة المكان الخطأ. دخلت مع حسن إلى منزل أحد أقرباء زهر. كان لسان حالنا أن زهر يسرق الناس بطريقة أو بأخرى، إلا أن الجنود قبضوا علينا. لو كان المنزل لأحد غير أقرباء زهر لخرجنا بسرعة. هل تصلك أخبار عائلتك؟ إذا كان ما ينقله حراس السجن صحيحا فإن عائلتي بخير. إن زوجتي تعيش مع أهلها. عليك بالصبر إذن. لا أتوقع الخروج من هنا. الله أكبر. سجنوك ثبت بيوم حين بدا الكفر وتمرد فدعوت رفاقك للحق. الله أكبر. وقلعت الظلم إذا الطعام. ترى هل يأكل طاهي من هذا الطعام؟
اصطفوا جيدا. هل يتوجب علي أن أكرر ذلك كل صباح؟ قفوا جيدا. لا يستطيع أحمد أن يأكل هذا الطعام. هل أنت وحدك هنا؟ أحضر صحنك. لا صحن لدي. لكن تبدو صغيرا. لا شأن لك، أعطيه الطعام وانصرف. كيف أعطيه الطعام بدون صحن؟ فلتأتي بصحن عند الظهيرة والآن انصرف. نفد الماء، هلا أحضرت لي ماء؟ نوزع الماء مرة في اليوم. لقد حذرتك، اقتصد في استعماله. وما المانع في إعطاء المزيد منه؟ المانع أنك سجين. أهذه أوامر زهر؟ أم أنك تتلذذ في تعذيب الناس؟ يبدو أنك ستمكث هنا فترة طويلة طالما تملك هذا اللسان. أسأل الله أن يهديك، وإلا فعاقبتك سيئة. ماذا؟ تهددني؟ أجل، لن تنال طعاما ولا ماء. هذا لا يهمني. سنرى. أغلق الباب ولا تأتي إلا عندما أناديك. ما الأمر أيها الحارس؟ لا شأن لك. أحمد، ما بك؟ أحمد، أجبني. أنا أسمعك. ماذا حصل؟ هل هناك مشكلة؟ قال إنه لن يعطيني طعاما ولا ماء. لماذا؟ لأنني في سجن. وكيف ذلك؟ هو يقول ذلك ومن يسائله. كن مطمئنا يا أحمد، سوف أتصرف، سأجد طريقة لأرسل لك بعض الطعام والماء. لا تصعب الأمور على نفسك. لا تهتم، فلن يحصل شيء، الأمور تسير هنا هكذا. أصدقائي، أريد بعض المال، سأسدده عندما يصل مالي. أخي لا تسيء فهمي، ولكنه أمر بلا نهاية. إن عاقب الحارس أحمد، هل ستجد المال دائما؟ لا أستطيع أن أفكر بالغد الآن يا حسن، علي أن أقدم ما أستطيع من أجل أحمد. كمال على حق، لا نستطيع ترك الولد جائعا وبلا ماء. لدي مال، تكلم مع الحارس. شكرا عثمان. سجنوك فما هنت بيوم حين بدا الكفر وتمرد. فدعوت رفاقك للحق وقلعت الظلم إذا استأسد. لا 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 لا. هذا طعام، إنه من أخي كمال، جزاه الله خيرا. كمال والحرس يعيشان العالم ذاته. أخي كمال. أسمعك جيدا. لقد وصلني الطعام، جزيت خيرا. صحة وعافية يا أحمد. بالمناسبة، حاول ألا تكلم رئيس الحرس ذاك. ها؟ حسنا، لن أفعل يا أخي. عليهم السماح لك بالخروج إلى الحديقة، إذا استمرت مشكلتك مع الحرس فقد لا يسمعون لك، فدعك منهم. فهمت. طعامك
قل لي، هل أنت جائع؟ ما بك لا تجيب؟ إنك ضمان، أليس كذلك؟ لكما لسانان وقحان وترفضان شرب الماء، لا فائدة، فهذا سجن. السجن يثقف الشخص، نحن نضيف تحسينا على الناس هنا، هل تفهم؟ ما نفعله أهم من صلاتك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليس لك طعام ولا ماء اليوم لأنك وقح. أحمد، أحمد، هل تسمعني؟ أحمد، أجبني يا أحمد. ربما كان يصلي، انتظر قليلا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس. وكأنني أصغي للقرآن للمرة الأولى. سبحان الله العظيم، اللهم اغفر لي ذنبي، كم نحن مقصرون. أشعر بنفس الأحاسيس التي كنت أشعر بها عندما كان والدي يقرأ القرآن. إن مجيء أحمد إلى هنا غير قلوبنا. أحمد، هل ترغب بالكلام؟ أظنه لا يتكلم لكي لا يكون عبئا. إذا لم يسمح له بالخروج سيمرض. عندما تسنح الفرصة سأحاول رؤية أحمد. لا تفعل ذلك، ستلاقي المتاعب. كل إلى مهجعه. هل من الممكن أن أقول شيئا للفتى في الزنزانة الأخيرة؟ ولماذا تسأل؟ ألم تتعلم خلال 5 سنوات؟ لم يسجن ولد خلال 5 سنوات. كف عن التهكم وادخل مهجعك. سأعود حالا. أحمد، كيف حالك؟ أخي كمال، أردت رؤيتك يا أخي أحمد، أنا قلق عليك. ابتعد عن الفتحة. أفهم ذلك، ولكن الجنود سيؤذونك، من الأفضل أن تعود. لم أعد أهتم لهؤلاء الزناديق. قلت لك ابتعد، ادخل مهجعك أو سيسال الدم. ستسيله أنت؟ هل رأيت ذلك؟ رغم أننا لسنا مسلحين لم يستطيعوا منعي من مشاهدته. وإذا لن نخضع بعد الآن، لسنا ضعفاء. لست أدري، ليس بوسعنا فعل شيء دون مساعدة المهاجع الأخرى. لا أريد أن أبقى هنا. ومن يريد؟ أحمد فتى لطيف جدا.
أعتقد أنك تفتقد ابنك. نعم أفتقد ابني كثيرا، وأحب أحمد كذلك، لكن الحارس لا يسمح له بالخروج. فلنعرض عليهم المال ليسمحوا له بالخروج معنا. فكرة جيدة، سنجمع مالا ونعرضه على المدير. أحمد، في أي غرفة يحتجزونك؟ أهلا أيها العجوز. شكرا يا بني، هل رأيت ولدي أحمد؟ نعم، ويقول لك لا تقلق عليه. ولكن ماذا يطلب ولدي؟ إنه يريد بعض المال كما أنه يريد بعض الكعك اللذيذ. حسنا، بعون الله سأجلب له كل شيء. أبلغه سلام أمه. بالتأكيد سأبلغه، لا تقلق عليه. شكرا بني. ادخل سيدي. هل أستطيع الدخول؟ قلت لك ادخل. كيف حالك عثمان؟ أنا بخير سيدي، شكرا لك. وإذن ماذا تريد؟ أريد إذنك بخروج أحمد إلى الحديقة. كلا يا عثمان، زهر غاضب جدا من ذلك الفتى وقال بأنه لن يرى الشمس ثانية. ألا نستطيع معالجة ذلك فيما بيننا؟ خروج أحمد ممنوع حتى لو أعطيتني كل مالك، فلا تطلب مني شيئا يتعلق بأحمد ثانية. لا أستطيع أن أقرضك مالا، فهناك مجاعة في البلاد يا أخي، وأنا لدي 7 أبناء. قلت لك دائما إن عليك تربيته ليصبح رجلا طيبا، ولكن لأنه وحيدك أفسدته والآن تشكو. ولكن أنا لا أشكو من ابني، فقد أردت المال. لو لم أرد أن أطلب منك لما طلبت. ليس الأمر سيئا، أريد المال لابني. أول مرة يطلب فيها أحمد مالا مني وقد قلقت لأنني لا أملكه. إنه فتى يراعي الآخرين، لا يريد المال لنفسه، ولكنني لا أعرف ظروف السجن. إنه يعرف ظروفنا جيدا. وأنت لا تعرف، ربما أراد الحرس المال لأنفسهم. وهل ذلك ممكن؟ طبعا ممكن، إن وجدوك نقيا لما لا. سأعود لأكلمهم. أنت لا تبادل كما في الماضي. نحن لم نعد نشرب، إذا ما احتجنا إلى شيء سنطلبه. تظهر مؤخرا علامات تغيير عليكم، سمعت بأنكم تجمعتم معا في الساحة. وهل من اعتراض؟ لا اعتراض، فقط أردت أن أفهم ما تفعلون. كما تعلم نحن نصلي ونقرأ القرآن أيضا ونتحدث. حسنا تقبل الله، أتمنى لو بإمكاننا أن نفعل مثلكم. ومن يمنعكم؟ نحن لا نستطيع أداء صلاتنا لأن علينا أن نتعامل معكم. أنت بالفعل واجهت المشاكل، أصبحت ثريا من مالنا، وبالطبع لا وقت لديك للصلاة. لا تدفع صبري إلى النفاد، فيبدو أنك قد فسدت. كيف حالك أخي كمال؟ أنا بخير، وأنت كيف حالك؟ ألست ضجرا يا أخي أحمد؟ الحمد لله، أنا لست ضجرا، فالله هو معيني. أردنا الحصول على إذن لك بالخروج، ولكننا لم نستطع الحصول على موافقتهم. إنما كن مطمئنا، لا تهتم، سوف نظل نحاول. بارك الله فيك، فأنت تعمل بعناء من أجلي. بالطبع، علي أن أساعدك، فأنت أحد إخوتي، وأنا لا أطيق وجودك هنا في هذه الأوضاع الصعبة يا أحمد. سنخرج من هنا معا بإذن الله تعالى. أريد رؤية ابني. قلت لك قبلا إن ذلك غير ممكن.
لماذا غير ممكن؟ أهو أمر الله؟ يبدو أنك متوتر أيها العجوز. ما السبب الذي يمنعني من رؤية ابني؟ إنه خلف هذه الجدران. اذهب أيها العجوز. إذا لم أجلب مالا فسأكون مشاكسا. إنه ابني وليس لك حق أن تمنعني من رؤيته. حرس. نعم. اتركوني اتركوني أيها النصوص اتركوني. هذا يجعلك عاقلا. أيها المحارب البطل في الأيام الخوالي، انظر إلى ضعفك عندما تخليت عن سيفك، أصبحت ألعوبة. يا إلهي أعطني القوة لأحارب هذه القسوة، إنني بحاجة لعونك. يا رب أعني. لقد خرجوا عن السيطرة. من الآن يحظر جلوسكم هنا معا. ولماذا؟ ربما تعدون خطة ما. إن كنت تشك في ذلك فتعال واجلس معنا. لدي مهام أكثر أهمية. إن وظيفتك هي مراقبتنا، إن كنت تشك بنا فابق معنا. هل تعادونني أم أنني قد ظننت ذلك؟ علينا أن نعيش وفقا لأهوائك حتى ونحن سجناء. أنا أملككم جميعا. أذكركم أنكم في سجن زهر، والكثير من السجناء لم يغادروا هذا المكان إلا وهم جثث، لأنهم لم يتبعوا القواعد. تعرف بأننا لا نخشى زهر. من الممنوع أن تجلسوا هنا. أنا لا أقبل هذا المنع أبدا. سجنوك فما هنت بيوم حين بدا الكفر. جنود خذوا هذا الرجل. هيا. حتى في الزنزانة أنا حر في أن أقول ما أريد. ولدي أحمد في ذاك السجن، ولكنني عاجز عن فعل الشيء. ماذا أقول لأمه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا حل بك؟ هل أنت مصاب؟ غير مهم، لم أعرف. أنت لست من هنا؟ فعلا رحلتي طويلة. تبدو قلقا أيها العجوز، ماذا أصابك؟ قل لي. قصتي كرحلتك طويلة جدا. احكي لي، فربما أعانك الله بشخص لا تعرفه. لا أريد أن أثقل عليك، أنت لا تعرف هذا المكان، له وضع خاص. أريد الاستماع، أخبرني. ابني عمره 13 سنة، ولكنه الآن في ذاك السجن. قال لزهر بأنه مخطئ في وجهه فأدخلوه إلى السجن دون أي تحقيق. سمعت بالملك زهر، ألم يفعل الناس شيئا؟ لا يقدرون على شيء، ولا أحد يحبه، إنهم عاجزون. وضع صعب، هل أقايضك؟ تقايضني؟ وكيف ذلك؟ أنا سأنقذ ابنك، ماذا تدفع لي بالمقابل؟ لا يمكنك النجاح. ماذا ستدفع؟ لن تنجح. ماذا ستدفع؟ أملك حديقة وخروفين وكوخ. احتفظ بالكوخ، أريد الخروفين والحديقة. بوجود المئات من الجنود
سيكون صعبا. لن أكون وحيدا، أريدك أن تفعل شيئا. ها؟ إذا أردتم أن تنجوا من زهر فإن على الجميع أن يبذلوا جهودهم. يجب أن تقفوا في وجهه، عليكم أن تكونوا يدا واحدة. لا أحد يجرؤ على ذلك. طالما لا يجرؤون فإن زهر سوف يسحقهم، قل لهم هذا. أنا ذاهب الآن، سأعود مع أصدقائي، نلتقي هنا بعد 3 أيام. ليس بوسع الوعد. فقط قل لهم لا تجبرهم على الالتحاق بك. ولكن زهر يلاحقهم، إنه يراقب الكل. لن يطول عمره ليفعل. ولكن يا عم، هل تثق به؟ ربما سخر منك. لا أعتقد، يعول عليه، فلننتظر. سنعود إن لم يأتي. آمل أن يأتي، وإلا لا نستطيع شيئا. أعلم ذلك، ولكن أعتقد أن الرجل لديه شيء. لا نستطيع البقاء هنا بعد إنقاذ أحمد. ما من حل آخر؟ ولا فائدة من بقائنا هنا، لقد سمم زهر حياتنا، قد نجد الأمانة في أماكن أخرى. إن شاء الله. هل أولئك هم من ننتظر؟ الذي في المقدمة هو الذي تحدثت عنه. سيدي، يوجد في الأسفل جيش جاهز للقتال. فليتجهز الجنود. ماذا ترى؟ أرى جيشا كبيرا يهاجم القلعة. هذا أوان الهرب. في أي زنزانة أحمد؟ إنها من هنا، عليك أن تفتحها كلها. أطلق السجناء. حاضر. حسن افتح الأبواب، أنا سأذهب لأقاتل. إلى أين؟
الحمد لله، أمك ستكون سعيدة. لا سعادة بوجود زهر. لا، علينا إنهاء عملنا. ليتني لم أراك أبدا. مات زهر. الحمد لله. منذ الآن أصبحت أنا في القيادة وسوف نعود. إذا عدنا سيكون بإمكان أحد أقارب زهر أن يأخذ القيادة، ولكن الشعب غير قادر على احتمال ذلك. انظر، أولئك الجنود الذين كانوا يطيعون الزهر كانوا في الحقيقة أعداءه. على كل حال، فإن إطاعة قاس متوحش هو قسوة، لا تكن شريكا في القسوة. الآن سنعود إلى عائلتينا. سوف أزورك برفقة عائلتي في أول فرصة. أريدك أن تقابلهم. إن شاء الله، أنا أيضا أريد ذلك. التاريخ مليء بالمجتمعات التي تمكنت من إيجاد السلام بتضحية من ضعيف أو صغير في السن. No, 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 no.